مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا بكم في آخر طبعة. يسعدني أن أستضيف من العاصمة العراقية بغداد الشيخ محمد النوري، نائب رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي، للحديث عن التطورات العراقية ميدانيا وسياسيا من التحضيرات لمعركة الموصل والخلافات على مشاركة الحشد الشعبي من عدمها وإقالة وزير المالية هوشيار زباري وتبعات هذه الإقالة على العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية. أهلا بك فضيلة الشيخ. سأبدأ طبعا من الخبر من القيارة يوم الجمعة، كان هناك صلاة مشتركة أقيمت في القيارة بعد تحريرها طبعا من تنظيم داعش. ما أهمية هذه الصلاة المشتركة التي أقيمت وما هي الرسالة التي وجهت من خلالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني موضوع الصلاة الجماعية، نعم، هي يعني ثمرة يعني ينتظرها العراقيون بعد الفرقة والعذاب الذي يعني بليت أو ابتلي به العراقيون من قبل العصابات التكفيرية والعصابات الداعشية. العصابات التكفيرية حقيقة هي جاءت أولا بالفرقة بين العراقيين، بالتمزق، بالتشرذم، ودائما أي مشروع، هناك أي مشروع خارجي يريد أن يعني يدخل إلى بلد من البلدان أو إلى دولة من الدول يمزق هذه الدولة من الداخل، فلا بد أن يعزف على وتر التقسيم والفرقة والتشرذم. ولهذا جاءت صلاة الجماعية الموحدة هي رسالة لنقول لمن جاءوا بهذا المشروع، لنقول لمن جاءوا يعني من خلف الحدود بمشروع داعش أو مشروع التقسيم أو مشروع العصابات التكفيرية، لنقول لهم هاي أول عمل يقوم به العراقيون في هذه المدينة المحررة في الشرقاط وفي هذه المنطقة بالذات هو الصلاة الموحدة. معنى ذلك أنكم يعني كلما يعني صرفتم الأموال وأردتم أن تمزقوا صف العراقيين أو تمزقوا الوحدة العراقية، فها هم العراقيون يعودون من جديد ليعلنوا وحدتهم من خلال الصلاة الجماعية الموحدة الموجهة لله سبحانه وتعالى. هل تلقى هذه الخطوات برأيك أصداء في ظل التحشيد الطائفي القائم حاليا في العراق؟ التحشيد الطائفي يا سيد العزيز هو عبارة عن غثاء كغثاء السيل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نحن كلما قدم العراقيون إلى تحرير مدينة من المدن العراقية الأصيلة، رأينا هناك أصوات تتعالى من هذه الأصوات الطائفية المقيتة، لكن سرعان ما تذوب هذه الأصوات حينما يعني ترفع الراية البيضاء، راية السلم السلام والأمن والأمان، حينما ترفع راية الله أكبر، راية النصر، راية الوحدة العراقية. هذا العراق بتاريخه معروف على مدى عشرات بل مئات السنين بالوحدة والتآلف والمحبة والسلام. إذن هذه الأصوات التي اليوم حقيقة تريد أن تمزق هذا البلد وتريد أن ترجعنا إلى العصور قبل العصور الوسطى، إلى عصور الجاهلية، عصور التخلف، عصور التشرذم، عصور التحارب، عصور البغضاء والحقد والكراهية. أقول وبكل صراحة يعني أصوات العقلاء في العراق، أصوات الذين يعني يريدون الخير في العراق، يقولون اليوم وكأنهم ينادون جميعا، يعني ينادون آن أن ندخل بيتا، ينادون آن أن ندخل بيتا أنت فيه جامعا نورا صدوقا ومصدق، نعم، كافلا برا رحيما، ليس يرضى أن يسيل الدم منا ثم نغرق. أين أهل الحل من أقوامنا؟ أين أهل العقل والعقد الموثق؟ يا حماة الأرض، يا أسد البوادي، يا رجال العهد، يا سدا وخندق، إن حرب الطائفيين تلظى نار حقد، وطني فيها تحرق، أطفئوها ويحكم لا تشعلوها، فعسى أحلامنا فيكم تصدق، حطبا طيب صرنا وكنا قبل هذا، ذهب الدنيا وتاجا يتألق. أنا أقول كلام اليوم جميل، اليوم يوم العقلاء. فضيلة الشيخ، يعني هذا الشعر جميل، ولكن إذا كان هناك رفض عراقي عام كما تقول لهذه الطائفية، من الذي يحييها؟ لماذا هناك دعم من قبل البعض للجماعات الإرهابية الموجودة في العراق؟ كيف تمركزت هذه الجماعات الإرهابية في أماكن مهمة ومدن ضخمة في العراق؟
أنا لا أقول هناك رفض عام، أنا أقول دائما كما قال مولانا في القرآن ثل من الأولين وقليل من الآخرين. دائما أصوات العقلاء هي القلة، لكن هي التي تصل بالنتيجة بالنهاية تصل إلى بالشعب إلى شاطئ السلام، وتصل بالبلد إلى شاطئ السلام. نعم هناك يعني من يعني لكل مطبل يعني من يقف وراءه، لكل صوت من هناك من ينخدع بهذا الصوت، لكن أقول يعني شعبنا في العراق يعني أبناء العراق أبناء بلدنا في الأنبار وفي صلاح الدين وفي ديالى وفي نينوى، أقول ما عادت هذه الأصوات الطائفية أصوات بعض السياسيين أو بعض خطباء الدين أو بعض الذين المتصيدين بماء العكر أو أصوات الخوارج أو داعش أو التكفيرين. أعتقد أنه الأغلبية الكبرى أو الغالبية الكبرى في هذه المناطق وعت هذه الأزمة الكبيرة التي حيكت لهم في ليالي مظلمة لتحرق هذه البلدان التي يسكنون فيها. ولقد رأى يعني أصحاب هؤلاء المدن يعني رأوا بأم عينهم رأوا الحقيقة ماذا جنوا من داعش، نينوى ماذا جنت من داعش سوى التخريب الدمار ضرب الجسور البنى التحتية الجامعات، أوقفت ماكينة التعليم، أوقفت ماكينة التقدم، أوقفت ماكينة الحضارة. نينوى هذه المدينة الكبيرة العريقة، المدينة المعروفة بأصالتها وبعلمها وبفهمها وبحضارتها بعراقة أنبيائها والصالحين الذين هم فيها، ماذا جنت من هذه العصابات التكفيرية؟ أما أصوات هذا الوعي كيف يترجم اليوم على الأرض فضيلة الشيخ؟ من خلال أصوات العقلاء. اليوم حقيقة كنا في يعني موسم الحج قبل أيام وقد التقينا بثلة من علماء نينوى وهم يشكون إلى الله سبحانه وتعالى من ظلم ما عانوه من داعش وتنظيم القاعدة، وقد اتفقوا على أن يكونوا على قلب واحد لمحاربة التكفير، محاربة الأفكار التكفيرية ومحاربة الأفكار الطائفية. وأنا حقيقة من خلال منبركم الحر من خلال قناة الميادين أوجه رسالة إلى السياسيين، إلى بعض السياسيين الذين لا زالوا إلى اليوم هم يحلمون بالتقسيم ويحلمون بفرقة العراقيين ويحلمون بالبغضاء والحقد والكراهية. أقول لهم لا مكان لمشروعكم في العراق، ولا مكان لأفكاركم في العراق، ولا مكان لأبغاضكم أو لبغضكم وحقدكم وكراهيتكم في هذا البلد العريق الذي شربنا من ماء سلمه وأمنه وأمانه. فضيلة الشيخ، إذا أردنا الحديث تحديدا عن معركة تحرير الموصل المتوقعة، هل سيكون هناك من تأثير للالتفاف السني الشيعي على هذه المعركة خاصة بعد صلاة الجمعة المشتركة التي شهدناها؟ هذه المحاولة رأيناها في معركة تحرير الفلوجة، كانت هناك محاولة لبعض أعداء العراق من الخارج، لبعض الغرف السياسية المتسلطة التي تريد أن تتسلط على العراق من الخارج، رأيناها أنها أرادت أن تحول تحرير مدينة الفلوجة إلى معركة طائفية بين السنة والشيعة، لكنهم فشلوا وخابوا وخسئوا وجروا أذيال الخيبة والخسران والإذلال بعد أن تحررت المدينة وقد عاد إليها أبناؤها. أقول اليوم أيضا هناك محاولات الذين يعني عزفوا على مشروع داعش، هم أرادوا ما بعد داعش، وهذا معروف لمن يتتبع الشأن العراقي أن داعش هو مشروع ما بعده هي أداة لتقسيم العراق. داعش أقولها بكل صراحة هي الأداة الأولى، التمهيد الأول لتمزيق البلد ولتقسيمه إلى دويلات كرتونية متناحرة. هؤلاء الذين من مهد له الطريق برأيك؟ من مهد لتنظيم داعش الطريق للتغلغل في داخل المجتمع العراقي تحديدا في بعض المناطق العراقية؟ لمن أراد أن يقرأ هذا قراءة يعني دقيقة متأنية، هناك يعني عوامل كثيرة مهدت لداعش دخولها المدن. العامل الأول هو العامل الطائفي، الضرب على يعني الوتر الطائفي وتصوير أن الدولة العراقية هي دولة طائفية
ولهذا هذا أحد العوامل الذي أدخل داعش إلى المدن بحجة أنه يناصر السنة أو ينقذ السنة، وبالنتيجة من قبل من كان هذا التصوير من الخاطئ؟ من قبل بعض السياسيين. أول ما بدأ بهذه الشرارة هو بعض السياسيين. ألا يوجد دول إقليمية أيضا كانت تلعب دور في هذا فضيلة الشيخ؟ نعم، ألا يوجد دول إقليمية بارزة كان لها دور في هذا؟ بلا شك هناك دول إقليمية يعني عزفت على وتر الطائفية بقوة، هذا الوتر الأول. الوتر الثاني هناك أي دول اقتصادية في دول مجاورة موجودة، أنا لا أريد أن أسميها بالأسماء، معروفة لهذا المشروع، من فتح لداعش أبوابه هي نفس الدول التي يتهمها السيد نور المالكي وأيضا في بعض الأحيان سيد حيدر العبادي بأنها تحاول زرع الفتنة الطائفية في العراق. يا سيدي الآن العاقل بمجرد أنه يعني يتأنى قليلا لينظر من أين أتتنا يعني الحشود الداعشية التكفيرية من كل بلدان العالم. هل جاءونا من السماء؟ نزلوا علينا من السماء؟ هل خرجوا لنا من الأرض؟ أم جاءونا عبر مطارات دولية وعبر سفارات دولية؟ ومن فتح لهم الأبواب؟ تركيا أحد الدول، تركيا كانت ممر آمن للعصابات التكفيرية، وهذا معروف عند القاصي والداني الذي يريد أن يقرأ القراءة المتأنية، يعرف أن تركيا هي الدولة، إحدى الدول طبعا ليست الوحيدة، لكن الدولة الأولى التي فتحت أبوابها للعصابات التكفيرية والداعشية لتدخل إلى هذا البلد المسكين. العامل الثاني الذي يعني أنت سألتني يعني ما هي العوامل التي أدخلت داعش، العامل الثاني هو العامل الاقتصادي. السوق الأمريكية والأوروبية حينما رأت أن الشرق الأوسط اتجه إلى الصين وإلى كوريا الجنوبية والشمالية، هو يعني فقد السوق الحقيقية لبضائعه ولمنتجاته ولصناعاته، فذهب إلى صناعة الحروب، إلى صناعة الفتن، وهذا ما نراه اليوم. العامل الآخر الثالث هو العامل الإسرائيلي، العامل الماسوني. الإسرائيل أو اليهود لا يريدون أن يكونوا هم أضعف دولة أو أقل دولة أو أصغر دولة حجما أو اقتصادا أو سياسة، هم يريدون أن يكونوا أعظم دولة، وهذا العظمة وهذه العظمة تحتم عليهم أن يقسموا هذه البلدان إلى دويلات كرتونية. طيب، متناحرة، العراق، سوريا، مصر. نعم، طيب، على كل حال يعني هذه العوامل بالنتيجة هذه العوامل الكثيرة، عوامل اقتصادية، عوامل سياسية، وهناك عوامل فكرية أيضا، عوامل فكرية، وهو الفكر التكفيري المتطرف الذي لا يؤمن بالعيش مع الآخر ويكفر الآخر ويحكم بالردة على الآخر، وهذا أيضا يعني مهد للعصابات التكفيرية والذي وجد له أرضية في بعض الجيوب. اسمح لي أن أتوقف الآن فضيلة الشيخ مع عناوين بعض الصحف العربية، ومن ثم نعود إليك لاستكمال هذا الحوار فيما يتعلق ببقية النقاط الميدانية والسياسية. أهلا بكم. من العراق نبدأ جولتنا على أبرز ما جاء في عناوين بعض الصحف العربية، حيث عنونت صحيفة الصباح الجديد: القوات الأمنية تستكمل عملية تحرير الشرقات بتطهير 4 مناطق شمالية صلاح الدين، طيران الجيش يواجه ضربات جوية تسفر عن مقتل 15 عنصرا من داعش. العبادي يؤكد وجود استعداد دولي لتقديم دعم متواصل للعراق. التحالف الوطني يعتزم عقد اجتماع موسع لترصين جبهته الداخلية وسط استمرار مقاطعة التيار الصدري. وننتقل إلى البحرين مع صحيفة الوسط: الجيش السوري يتقدم في معركة حلب. الوسط: في الرقعة حزام أخضر ومسجد تحت رحمة الجرافات. وفي عناوين صحيفة الثورة اليمنية نقرأ: اليمنيون يحتفون بالعيد 54 لثورة 26 من سبتمبر في ظل العدوان والحصار. عقلان يثمن جهود الحكومة الروسية لوقف العدوان، التقى القائمة بأعمال السفارة الروسية بصنعاء بمناسبة انتهاء فترة عمله.
رابطة علماء اليمن تدعو إلى التفاعل مع الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي. وننتقل إلى تونس مع صحيفة الشروق التي جاء فيها: حركة النهضة انشقاقات وعين الغنوش على قرطاج. بعد حل أزمة قرقنة وتأجيل كل الإضرابات، الاتحاد ينقذ الحكومة من خريف الغضب. الغرب يذعن لحفتر. أما في عناوين صحيفة القدس الفلسطينية فجاء فيها: نتنياهو لم يحصل على وعد من أوباما بعدم طرح أي مبادرة سياسية قبل مغادرته البيت الأبيض. كيري يمكن تحقيق إنجازات في عملية التسوية خلال الأشهر القادمة. مشعل: أخطأنا في حكم غزة بمفردنا وعندما ظننا أن زمن فتح قد مضى. أعلن أنه لن يترشح لانتخابات رئاسة المكتب السياسي لحماس. وفي عناوينها نقرأ: نقل الأسير المحرر مالك القاضي إلى المستشفى الاستشاري العربي. وننتقل إلى عمان مع صحيفة الوطن: السلطنة تبحث تعزيز أواصر العلاقات والتعاون مع عدد من الدول وتناقش أوضاع المنطقة. سوريا: نحارب الإرهاب نيابة عن العالم ومستعدون لحكومة وحدة وطنية. حلب الكبرى تحقق أولى تقدماتها البرية والمسلحون ينتظرون أسلحة ثقيلة. الفلسطينيون عازمون على مقاضاة الاحتلال أمام الجنائية الدولية. والختام من سوريا مع صحيفة الوطن: المعلم من الأمم المتحدة: لا نجاح لأي حل إلا بتكثيف محاربة الإرهاب والمضي بالمصالحات. أروقات الأمم المتحدة شهدت لقاءات مكثفة للوفد السوري ومواقف داعمة أبرزها الروسي والتشيكي والعراقي والفلسطيني. الاتفاق الروسي الأمريكي بحالة موت سريري. سوريا وحلفاؤها ماضون في الحرب على الإرهاب. ونقرأ: لافروف: واشنطن اعتذرت من الرئيس الأسد عن عمليتها بدير الزور. أعلن ألا مجال لاستئناف وقف إطلاق النار إلا على أساس جماعي. بهذا العنوان نصل إلى الختام، والآن عودة إلى متابعة آخر طبعة. فضيلة الشيخ، يعني قبل أن أنتقل إلى موضوع تحرير الموصل، المعركة المرتقبة ومشاركة الحشد الشعبي والاختلافات ما بين الفصائل السياسية العراقية حول مشاركة الحشد الشعبي وموقف الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إقليم كردستان العراق ضمن إطار يعني موضوع التحشيد السياسي والطائفي في المنطقة بشكل أوسع. اليوم تم اغتيال الكاتب الصحفي ناهض حتر في الأردن أمام قصر العدل. في أي سياق يمكن وضع هذا الاغتيال برأيك؟ حقيقة يعني اليوم أعتقد أنه هذا الاغتيال هو يعني يوضع في جملة يعني اغتيالات كتم الصوت، كتم الحقيقة. يعني أي صوت حر اليوم يخرج يعني ليتحدث، لينطق بالحقيقة بحرية الإعلام. هناك دول حقيقة ترفع الحرية شعارا لكنها يعني تقيد الحريات، وليس هناك يعني حرية حقيقية يعني لإطلاق صوت الحرية. اليوم اغتيال هذا الأستاذ الكبير حقيقة هو أعتقد يعني يندرج يعني من ضمن يعني سلسلة هذه الفوضى العارمة. اليوم يعني الدول الإقليمية المجاورة للعراق وسوريا هي يعني لا تبالي بهذه المسألة، مسألة يعني الحرب الطائفية أو الطائفية، ولا تدري هي أن الطائفية إذا يعني نشبت نارها وإذا أوقدت نارها هذه النار ستحرق الجميع، لن تدع أحدا أن يجلس بأمن وأمان من هذه النار المستعرة. يا سيدي الكريم، الطائفية هي أعظم من القنبلة النووية التي ألقيت على اليابان من قبل أمريكا في أوائل القرن المنصرم. الطائفية مقيتة جدا، الطائفية لا تدع أحدا يمشي في الأسواق آمنا، الطائفية لا تدع أحدا يجلس في بيته آمنا مطمئنا، الطائفية لا تترك يعني شخصا يذهب إلى دائرته أو وظيفته. على الدول العربية والدول الإقليمية والدول الإسلامية أن تكون حاضرة
وأن تكون مستيقظة، فإن هذه النار التي يراد لها أن تشتعل في العراق وسوريا إذا اشتعلت لا سامح الله أو في اليمن فإنها لن تقف في هذه الأرض، لن تقف يعني بحدود وجغرافية هذه الأراضي ومصالحها واقتصادها، فإن هذه النار الطائفية ستحرق الجميع. أعظم شيء، أكثر شيء خطورة، أكثر حرب خطرة هي الحرب الطائفية، فعلى الجميع العقلاء، بل أقول على عقلاء العالم اليوم، على أوروبا وأمريكا، إذا كانت جادة فعلا عليها أن تخمد هذه النيران المشتعلة في العراق وسوريا واليمن، فإن هذه النيران إذا استمرت لا سامح الله فإنها ستحرق ما أرادوا له أن لا يحرق، وستمضي وستكون لها تداعيات خطيرة حتى على السلم المجتمعي الدولي، ليس على السلم المجتمعي العراقي أو السوري أو اليماني. إذن على الجميع، على شرفاء العالم، على عقلاء العالم، على سياسي العالم، على هذه الدول العربية والإسلامية أن تكون لها وقفة حقيقية، وقفة من أجل إنقاذ السلم المجتمعي العالمي، فإن السلم المجتمعي العالمي اليوم يهدد. أنا أعتقد إذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإن التداعية ستكون خطيرة، لكن علينا جميعا أن نقف وقفة جادة. يعني معروف بمواقفه الداعمة لخط المقاومة، وأيضا له مواقف واضحة فيما يتعلق بالأزمة السورية، وداعم للحكومة السورية ضد الجماعات الإرهابية والتكفيرية في سوريا والعراق واليمن وكل المناطق العربية. هل هي محاولة لخنق الصوت الذي يعني يعترض على كل ما يجري في المنطقة؟ أنا أعتقد اليوم يعني التكفير، يعني أو آفة التكفير، آفة التطرف، هي موجودة في أغلب البلدان المسلمة، لا سيما يعني البلدان العربية المجاورة للعراق وسوريا، وعلى حكومات هذه البلدان أن تكون مستيقظة، وعليها أن تعي وعيا كبيرا بأن آفة التكفير إذا يعني انفجرت وخرجت من رحمها في بلدانهم فلن يستطيعوا أن يطوقوها. التكفير آفة خطيرة تريد أن تهدم ما بنته هذه البلدان لأنفسها. أنا أعتقد اليوم وراء هذا الاغتيال هو التكفير، هو الغلو، هو آفة التكفير الطائفية الكبيرة، آفة التكفير الوهابي، أسميه بالاسم التكفير الوهابي، هذا التكفير الذي يستبيح الحرمات وهو يغتال كل صوت شريف إنساني سواء في الأردن أو في كل بلدان المسلمة والعربية. نعم. فضيلة الشيخ، بالعودة لموضوع التحضيرات لمعركة الموصل المرتقبة، هناك ردود أفعال رافضة وردود أفعال منزعجة ومتعضة حتى من داخل القوى السياسية نفسها، يعني تحالف القوى السياسية، من احتمال مشاركة الحشد الشعبي في هذه المعركة. هذا الرفض أو الانزعاج ألا يعزز التنافر الطائفي في العراق؟ أنا أعتقد هذا التنافر السياسي أو هذه الأصوات النشاز أصبحت هي تغرد يعني في مكان والشعب في مكان آخر، يعني هي تغرد في أروقة، لكن يعني العراقيين هم الآن في جبهة أخرى. اليوم يعني أبناء الموصل، أبناء الشرقاط، أبناء نينوى اليوم لا ينظرون إلى هذه الأصوات السياسية، يعني هم ماذا يريدون؟ يعني هل نأتي بالجيش الأمريكي مرة ثانية ليحتل العراق ليحرر بلداننا مرة ثانية وندخل بالدوامة من جديد؟ يعني ماذا يريدون؟ يعني ألا يكفيهم أن ابن البصرة يأتي ليحرر نينوى؟ ألا يكفيهم أن ابن الناصرية والسماوة وكربلاء والنجف ويحمل يعني هذه الروح الكريمة بين يديه ليقدمها فداء لله ولرسوله ولأرضه ولشعبه ودفاعا عن أعراض أبناء نينوى؟ ألا يكفيهم ذلك؟ أما يستحون من الله سبحانه وتعالى لهذه الوقفات المخجلة المخزية؟ هذا العراق، هذا العراق على الحدين معترض، نادى بأبنائه من ذا يلبيه؟ من ذا يبيع هوى الشطين تنعشه أنسامه وحفيف النخل تحييه؟ من دجلة قطرة من ذا يبيع هنا؟ أو ضحكة تحت ظل في شواطيه؟ أجاب كل عراقي بملء فم ودمعه فوق خد البؤس يجريه. لا، لن أبيع هوى العراق أعشقه ظل الشناشيل تسبيني مبانيه. لا، لن أبيع دواويني وإن نهبت
لا زال فيها كريم الناس نعليه، لا لن أبيع فناجيني وإن كسرت، إن حل ضيفي بكف اليوم أسقيه. هذا لسان الحشد اليوم. ولكن هناك اتهامات أيضا يعني في المقابل للحشد الشعبي من المعترضين والمنزعجين بانتهاكات كثيرة جرت في المناطق التي دخلها. الأخطاء موجودة يا أخي الكريم، الأخطاء موجودة اليوم. احنا أنا أنتمي اليوم إلى عشيرة، في العشيرة فيها الصالح وفيها الطالح، فيها المحسن وفيها المسيء. واليوم إذا أنت أردت أن تأخذ يعني عينات أو تعمل استقراء لكل يعني دوائر الدولة العراقية، فيها المحسن وفيها المسيء. بل على العكس، أن الحشد الشعبي هو من أقل الدوائر إساءة وأكثرهم إحسانا على العراق، حيث وقف في هذه المرحلة الخطيرة، المرحلة التي أراد أعداء العراق، أراد المتربصون بالعراق شرا وقتلا ودماء وتمزيقا لهذا البلد، وقفت هذه الثلة، وقف هؤلاء الشباب، هؤلاء الرجال من أبناء العشائر، من عشائرنا في الغربية وفي الوسط وفي الجنوب، من كل العراق يعني. هؤلاء وقفوا يحملون أرواحهم بين أيديهم ليقدموها لأجل هذه الأرض التي عاشوا عليها يعني. هؤلاء يعني حقيقة علينا، إذا كان هناك من إساءة علينا أن نقومها، إذا كان هناك من أخطاء علينا أن نقوم هذه الأخطاء، وعلينا أن تكون لنا وقفة جادة. لأن اليوم حقيقة نحن نقف في مفترق طرق، إما أن نحافظ على العراقي أرضا وشعبا واقتصادا وسياسة ودولة، وإما أن نترك هذا البلد في مهب الريح لعصابات التكفيرية. الأمين العام لمجلس العشائر العراقية يحيى سنبل توقع مواجهة الحشد الشعبي بعد الانتهاء من تنظيم داعش، برأيك هل يوجد خطة بهذا الاتجاه فضيلة الشيخ؟ البلد بلدنا العراق من البلدان المبتلية، من البلدان التي ابتليت حقيقة بالمؤامرات الكبرى، المؤامرات الخارجية والداخلية. أنا أعتقد حقيقة وراء هذه الهجمة الشرسة الداعشية التكفيرية، أكيد هناك أيضا محاولات أخرى من الأعداء أيضا أنفسهم ليمزقوا هذا البلد من الداخل. لكن أقول أنا حقيقة يعني أعول أولا على الله سبحانه وتعالى، وثانيا على العقلاء، على عقلائنا في هذا البلد، يعني أن يكونوا بمستوى الأزمة الكبيرة التي يمر بها هذا البلد وهذا الشعب يعني. فإن شاء الله أنا أعتقد يعني بعد انطواء صفعة داعش وصفحة التكفير، أقول ما بعد داعش سيكون إن شاء الله أيسر مما قبل داعش بإذن الله تعالى. تبقى معنا فضيلة الشيخ محمد النوري. سنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فاصل قصير، ومن ثم نعود لاستكمال آخر طبعة، ابقوا معنا. من جديد أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ محمد النوري رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي الذي يرافقنا في هذه الحلقة من آخر طبعة. لكن قبل استكمال الحوار نتوقف مع فقرة الحدث لهذا اليوم. الصباح الجديد العراقية، التحالف الوطني يعتزم ترصين جبهته الداخلية. يركز التحالف الوطني في المرحلة الحالية على ترصين جبهته الداخلية والعمل على تقارب الرؤى بين الكتل المنضوية تحت لوائه قبل الانفتاح على الكتل السياسية الأخرى خارج التحالف. ويقول النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي إن اجتماع الهيئة السياسية للتحالف ركز على محورين أساسيين: الأول ضرورة ترصين التحالف الوطني لكونه الكتلة الأكبر في مجلس النواب ورسم السياسة العامة له، والثاني التحضير لعقد اجتماع الهيئة العامة للتحالف الوطني مطلع الأسبوع الجاري. وعن تأثير غياب التيار الصدري عن اجتماعات التحالف الوطني، يقول خلاطي إن هناك تحركا باتجاه التيار الصدري، وأن رئيس التحالف التقى الخميس الماضي بوفد من التيار، موضحا أن هذا التحرك يأتي في اتجاه عودة التيار الصدري إلى حضور اجتماعات التحالف الوطني. وفي الطرف المقابل يرى ائتلاف دولة القانون إحدى الكتل الأساسية المنضوية في التحالف الوطني أهمية استئناف تجربة جديدة داخل التحالف واستيعاب طاقات شابة وخطاب جديد يناسب المرحلة الحالية.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث مع الصحيفة إن اجتماع التحالف الوطني الأول برئاسة عمار الحكيم تضمن مناقشة الأمور الداخلية للتحالف، منها كيفية النهوض بالتحالف وتفعيل نظامه الداخلي وتشكيل لجان لمراجعة الخطاب السياسي للتحالف وأدائه داخل البرلمان وخارجه. ويشير النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن التحالف الوطني هو الكتلة السياسية الأكبر، ومن شأن أي خلل في داخله أن يؤثر على العملية السياسية في العراق برمتها وعلى علاقة التحالف مع باقي القوى السياسية. القدس الفلسطينية، مشعل، أخطأنا في حكم غزة بمفردنا ولن أترشح لرئاسة المكتب السياسي. اعترف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات هي الأولى من نوعها منذ الانقسام عام 2007 بأن حركته أخطأت عندما استسهلت حكم قطاع غزة بمفردها بعد أحداث الانقسام مع حركة فتح عقب فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006، وظنت أنه أمر ميسور لتكتشف لاحقا أنه صعب، مؤكدا أن القرار السياسي والنضالي لا يحق لأحد التفرد به، مضيفا أخطأنا عندما ظننا أن زمن فتح قد مضى وحل زمن حماس، وفتح أخطأت عندما أرادت إقصاءنا. وفي رده على سؤال ما إذا كان سيترشح لرئاسة المكتب السياسي خلال انتخابات الحركة التي يعتقد أنها ستجرى في نيسان المقبل، قال مشعل: العام القادم ستجرى انتخابات داخلية في حركة حماس وسينتخب رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة. وعن قدرات المقاومة قال: ما لدينا الآن من سلاح أضعاف ما كنا نملكه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة برغم أننا محاصرون. مشاهدينا، حول ملف الإقالات التي طالت شخصيات رفيعة في العراق، ينضم إلينا النائب عباس بياتي، نائب عن دولة القانون في البرلمان العراقي. أهلا بك سعادة النائب. مرحبا بك. أهلا بك. نسأل بداية عن يعني من تحملون المسؤولية في سلسلة الإقالات التي حصلت في الفترة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الميادين. لا توجد هناك مسؤولية تحمل إلى طرف دون آخر. البرلمان يقوم بواجبه الرقابي في إطار الاستجوابات بغض النظر عن الدوافع والأهداف والنوايا المستجوب، هل هو فعلا هذا الاستجواب يهدف إلى تصحيح المسار ومكافحة الفساد أو لا تخضع لأجندات سياسية، علما بأن كل عمل في داخل البرلمان هو عمل سياسي، سواء كان استجوابا أو تشريع قوانين أو إجراءات أو قرارات. فبالتالي البرلمان شرع منذ مدة بهذه الاستجوابات، بدأ بوزير الدفاع ثم بوزير المالية. طبعا الوزيرين كان لديهما مبرر في اللجوء إلى المحكمة الاتحادية وفي الطعن فيما يتعلق بالإجراءات التي رافقت عملية. لكن التوقيت ألا يضع هذه الإقالات ضمن إطار تصفية الحسابات السياسية؟ لا شك بأنه البرلمان العراقي في كتل وفي أجندات وفي برامج تتصارع وتتنافس، فبالتالي قد تكون جزء منها فعلا خاضع لهذه الأجندات السياسية. وقد وصف بعض الوزراء هذا الأمر بأنه هو استهداف سياسي، ولكن في النتيجة أهم شيء لدينا أن يكون القضية في إطار الدستور والقانون، والمتضرر من هذه الحالة بإمكان أن يجي إلى المحكمة الاتحادية في شكوى. يبقى بأنه التوقيت، هناك مسألة التوقيت فيما يتعلق بوزير الدفاع، كان الكلام عن تحرير الموصل وهل التوقيت مناسب في هذه الفترة في فتح ملفات من هذا القبيل، ومدى إمكانية التأكد من أن هذه الملفات ليس فيها جانب تتعلق بخلافات أو جانب تتعلق بوجود شكاوى من طرف ضد طرف آخر. فيما يتعلق بوزير المالية، كانت لدينا حوارات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الحصول على تمويل وعلى قروض سد العجز، وبالتالي هل من المناسب في هذا التوقيت؟ رغم هذا القضايا مضت، والبرلمان ورئاسة البرلمان سلكت السلوك النظام الداخلي والإجراءات، يبقى الأهداف والنوايا كما طيب، لكن هذه أمور لا نستطيع الحكم عليه. سعادة نائب، هناك يعني اتهامات مباشرة للسيد نور المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون بالوقوف خلف هذه الإقالات لإضعاف حكومة العبادي التي بالأساس لم يكن راضيا عنها.
السيد المالكي هو أمين عام حزب الدعوة الإسلامية، والسيد العبادي هو رئيس المكتب السياسي في هذا الحزب. ولا نعتقد ولا نتصور. طيب ولكن العلاقة ليست على ما يرام بين الطرفين. لا، أنا أنفي مطلقا أن يكون هناك استهداف من قبل السيد المالكي لحكومة السيد العبادي. السيد المالكي، ألا يوجد محاولة لإفشال هذه الحكومة؟ لا أعتقد ذلك، لأنه السيد المالكي لديه كتلة كبيرة أكثر من 100 نائب، وبالتالي هو هؤلاء الذين استجوبوا لن يستجوبوا بناء على أجندات لكتلة، وإنما بناء على قناعات وأوراق ووثائق لديهم. هم توفرت لديهم القناعات، ثم بعد ذلك لم يأتينا من السيد المالكي ولا من رئاسة الكتلة أي توجيه باتجاه التصويت سلبا أو إيجابا مع أو ضد هذه الإقالات. فإذا أنا أنفي كليا أن يكون هناك في أجندة أو برنامج أو خطط السيد المالكي أي إضعاف لحكومة السيد العبادي. نعم، الآخرين قد يستنتجون، قد يحاولون مثلا أن يستنتجوا ذلك، هم أحرار في استنتاجاتهم، ولكن نحن نشدد على ما يلي. السيد المالكي حريص على نجاح حكومة السيد العبادي ويدعم هذه الحكومة بقوة. وبالتالي لن يسمح بسقوط هذه الحكومة وإضعافه، وهو سند له، ولكن يبقى بأنه كتلة كبيرة فيه لدينا مستقلين. حزب الدعوة لم يرشح فقط من أعضائه، نصف كتلة حزب الدعوة هم من المستقلين الذين لهم رؤى قد تختلف عن رؤى الحزب بدرجة وأخرى. على كل حال السيد هشير زيباري يعني وجه اتهامات مباشرة نحو المالكي والسيد الجبوري بالتحالف معا بهدف إسقاطه. على كل حال بالنسبة للتحالف الوطني سعادة النائب، في ظل هذه الخلافات التي تعصف بالتحالف، هل تعتقد بأنه السيد عمار الحكيم لديه القدرة الآن في هذا الظرف لسد هذه الثغرة ورص صفوف التحالف من جديد؟ المسألة ليست تتعلق بشخص أو برئيس، لا شك أن سماحة السيد عمار الحكيم يحظى باحترام وثقة الجميع، ولكن المسألة ليست مسألة شخصية، وإنما هناك رغبة أكيدة في إطار المكونات التحالفية في ضرورة النهوض بالتحالف مجددا وترميم البيت التحالفي استعدادا لاستحقاقات الانتخابية المحلية في المحافظات والنيابية. اليوم مساء هناك اجتماع للهيئة العامة للتحالف، وسيتم استضافة السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي للحديث عن جولته وزيارته إلى نيويورك ولقاءاته واجتماعاته مع عدد كبير من رؤساء الوزراء والجمهورية في أوروبا وغير أوروبا، ربما التقى بنصف رؤساء الكرة الأرضية هناك، ولقى استجوابا ولقى تجاوبا ودعما وتقديرا لما بذله العراق ويبذله من تحرير أراضيه والسيطرة على الأزمة المالية. السيد عمار الحكيم لديه رؤية في هذا الصدد، هذه الرؤية تنسجم مع رؤى كل أطراف والمكونات الثمان للتحالف بضرورة إعادة بناء بيت التحالف من تحت إلى الفوق، أي إشراك الهيئة العامة والهيئة السياسية بالإضافة إلى الهيئة القيادية في القرارات وإنضاج البرامج والرؤى ووحدة الموقف داخل البرلمان، لأننا 181 يا زلمة، ولكن داخل البرلمان كنا لا نمثل إلا أقل من 181 نتيجة بعض التقاطعات السياسية. شكرا جزيلا لك النائب عباس بياتي، نائب عن دولة القانون في البرلمان العراقي، شكرا على هذه المشاركة معنا. أعود إليك فضيلة الشيخ محمد النوري، فيما يتعلق بمعركة الموصل، هناك نقطة يعني قبل أن أختم هذا العنوان، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، هل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إصرارها على مشاركة البيشمركة تفرض على الحكومة العراقية برأيك منع الحشد الشعبي من المشاركة، وهذا كان هو السبب الرئيسي لتأجيل هذه المعركة؟ يا سيدي الكريم، حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية معروف الموقف مالها من يعني بداية الأزمة العراقية، الأزمة الكبيرة وهذه الفتنة التي يعني دخلت العراق من 2014. رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية مع أنها يعني لها اتفاقية مع الحكومة العراقية ومع الدولة العراقية، اتفاقية أمنية، إلا أنها لم تتحرك يعني بالحفاظ على الدولة العراقية وبالحفاظ على مكتسبات الدولة العراقية، إلا بعد أن يعني رأت أن الأمور يعني تسير وفق يعني مع العراقيين، تسير مع باتجاه العراقيين، تسير باتجاه أنه حقيقة
حقيقة أبناء العراق يعني. طيب ما الهدف من الإصرار على مشاركة البيشمركة ورفض مشاركة الحشد الشعبي؟ ما الهدف الأمريكي برأيك؟ دائما الامريكان يحاولون انه يعني يكونوا في الوسط، يعني يشوفون اي الكفه يعني الراجحه يدعموا الكفه الراجحه. امريكا حقيقه تدفع باتجاه الاقاليم، باتجاه التقسيم، لكنها لا يعني تظهر ذلك اظهارا جليا واضحا يعني، لكنها تدفع بهذا الاتجاه. فاذا رات ان الموج يعني اعلى من هذا الموج، ورات ان الاراده العراقيه كبيره جدا، ورات انه يعني تكاتف ما بين الحكومه العراقيه وما بين وزاره الدفاع العراقيه وما بين الحشد الشعبي في موقف موحد كما رأينا في الأنبار، هي أيضا تدخل على خط الدعم وعلى خط الوقوف باتجاه العراق يعني. وهذا هو حقيقة اللعب الدولي إذا صح التعبير في الساحة العراقية. أمريكا لا تريد هناك قوة للمركز العراقي، للوحدة العراقية، لدور الدولة العراقية الموحد الممثل في بغداد يعني. تريد هناك أنه أيضا موقف لإقليم كردستان، وتريد هناك أيضا موقف لنينوى، موقف هناك للأنبار. أمريكا لو كانت جادة حقيقة لدعمت العراق من أول سنة من 2014 ولا أوقفت العراق على أقدامه كما يقال، لكنها هي تريد أن تجعل لنفسها أكثر من موطئ قدم. طيب. وأكثر من قاعدة أيضا، وأكثر من مستند يعني. فهي بإشراك حقيقة العراقيون موحدون، نحن ليس هناك تحفظ على مشاركة البيشمركة مع الجيش العراقي. البيشمركة مع الجيش العراقي يقاتل داعش، لا بأس في ذلك. أما أن نضع يعني اسمه بطاقة حمراء على مشاركة الحشد الشعبي، على كل حال مشاركة الشيخ، يعني الموضوع ليس متعلق بالقرار الأمريكي فقط، هناك خلافات أيضا ما بين البيشمركة والحشد الشعبي على من سيشارك ومن سيمسك زمام الأمور بعد تحرير الموصل في المدينة. سنعود إلى هذه النقطة. نعم. ولكن قبل ذلك يعني أستميحك عذرا لننتقل إلى فقرة الميادين نت، وحيث نطالع في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام مقالا بعنوان ليفني سفيرة التطبيع في نيويورك. يتحدث هذا المقال عن اللقاءات الجانبية التي تجرى في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومحاولات إسرائيل التطبيع من خلال هذه اللقاءات سرا وعلنا. الميادين نت ليفني سفيرة التطبيع في نيويورك. خلال الأيام الماضية شهدت أروقة نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاءات جانبية وندوات تندرج في سياق تكثيف التطبيع العلني مع إسرائيل. ففيما كانت شخصيات رسمية وأكاديمية عربية تتشارك المكان نفسه مع مسؤولين إسرائيليين بينهم تسيبي ليفني، كانت الأخيرة تروج لهذا التغير الكبير في علاقات إسرائيل مع الدول العربية الذي أعلن عنه نتنياهو من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد روجت ليفني في أكثر من مناسبة ولقاء أن إسرائيل لم تعد عدوا لبعض الدول العربية بعد اليوم، مستغلة الوجود الكبير للمسؤولين البارزين على هامش اجتماعات الجمعية العامة. وظهر ذلك بشكل واضح في محاضرة لها دعا إليها قسم الدراسات العبرية واليهودية في جامعة نيويورك، وحملت عنوان إسرائيل في شرق أوسط متغير. وعلى مدى قرابة ساعة من الوقت حاولت ليفني تكريس فكرة أن الصراع اليوم لم يعد بين العرب وإسرائيل، بل بين بعض الدول العربية وإسرائيل من جهة وإيران وداعش من جهة ثانية. وقالت ليفني للمرة الأولى ربما لدى إسرائيل ودول عربية وإسلامية أخرى المصالح نفسها والتهديدات نفسها، مؤكدة على ضرورة أن تتحد إسرائيل وهذه الدول العربية المعتدلة وتنشئ محورا واحدا جبهة واحدة ضد كل هؤلاء المجانين في المنطقة على حد تعبيرها. فضيلة الشيخ، ما رأيك فيما ورد في هذا المقال؟ أنا قرأت حقيقة الخطة في 2010، خطة قادمون إلى الشرق الأوسط، الخطة الماسونية العالمية، وهي الخطة يعني تفي بأنه تمزيق سوريا والعراق ومصر
ثم تطرح إسرائيل نفسها كمنقذ للشرق الأوسط من جديد. هذا ما أراه اليوم حقيقة. يعني اليوم إسرائيل حقيقة تصور نفسها أنها هي المنقذ للشعوب الإسلامية والمنقذ للشعوب العربية، وهذا حقيقة يعني يدعو للاستغراب وللدهشة، يعني على حقيقة على العقلاء في بلداننا، على المقاومين في بلداننا. هي دائما ما تصور نفسها هكذا فضيلة الشيخ، ولكن الجديد ربما هو تصديق الكثير من الدول، وحتى على مستوى يعني النخب العربية تصديق هذه المحاولات، إنجاز التعبير، الإسرائيلية. هناك خطة ماسونية مكونة من 35 ساعة، أنا هاي الخطة يعني قرأتها بدقة وتأني، وأيضا شاهدت بعض مقاطعها. هذه الخطة يعني تحتم على إسرائيل أن تمزق العراق إلى ثلاث دويلات متناحرة كرتونية، وهذا ما يراد اليوم من دعم حقيقة للبيشمركة. يراد أن تكون هناك دولة كردية، وهناك دولة سنية، وهناك دولة شيعية، وبعد ذلك هو ليس خلاص لهذه الدول الثلاثة، وإنما دخول هذه الدول الكرتونية الثلاثة إلى حروب وصراعات طويلة الأمد. يعني وأنا قد قرأت في التلمود أيضا من بعض نصائح يعني التوراتيين الذين كتبوا التلمود وشرحوه، إذا أراد الإسرائيليون أن يعيشوا بأمان فليحرقوا أرض بابل. وأنا أيضا تخصصي أديان يعني في هذا المضمار. اليوم حقيقة هذه الخطط الإسرائيلية التي كنا نقرأها أو نسمعها في الأزمان الغابرة الماضية وفي تاريخنا أيضا، اليوم أصبحت على أرض الواقع. معولنا اليوم حقيقة ونظرتنا اليوم وأملنا الكبير اليوم بعقلائنا، بأبطالنا، برجالنا، بجيشنا، بحشدنا. حقيقة اليوم الصراعات التي تراها على نينوى هي ليست صراعات على تحرير نينوى، وإنما صراعات على ما بعد نينوى. هل ستكون هناك استقلالية للكرد، دولة مستقلة؟ لمن ستكون كركوك، هذا النفط الكبير، لمن سيكون؟ هل سيكون للعراق الموحد لتقاسم هذه الثروة؟ هل سيكون للأكراد؟ هذه نينوى لمن ستكون؟ هل ستعود نينوى إلى حضن العراق الدافئ، إلى هذا العراق الكبير الذي يمتد إلى آلاف السنين؟ أم هناك تقسيم فعلا كما وعدوا يعني أتباعهم وأحزابهم، ووعدوا هذه الثلل التكفيرية أن العراق سيقسم إلى ثلاث دويلات كرتونية متناحرة؟ أعتقد هذه الخلافات اليوم التي نراها يعني حقيقة، ويتتعالى أن المشروع الذي جاءوا به ليقسموا به هذا البلد، أنا أعتقد يعني أنه مشروع فشل بدماء الطاهرين، فشل بدماء العراقيين، فشل بدماء الأبرياء، فشل بدماء الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم، وهم يجود بالنفس إن ظن الجواد به، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. أعتقد أن في العراق رجال، فأقول لكل المتربصين بالعراق وبوحدة العراق وللأحزاب التي لا زالت تعزف على وتر الطائفية، أقول لهم يعني فليراجعوا أنفسهم وليراجعوا تاريخ العراق جيدا، فما من أزمة دخلت العراق إلا وقد خرج العراق منتصرا منها، وأسأل الله أن يخرج هذا العراق أيضا منتصرا من هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ محمد النوري، نائب رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي، شكرا لك على هذه المشاركة معنا في آخر طبعة، وطبعا أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.